مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير هيدا الكيك لعيد العشاق. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. وشكرا لكل يلي عم يدعموني بالصفحة. عنا هوني بجات 4 بيضات، رح حط ملعقة صغيرة فانيلا. طريقة الكيك كتير سهلة، بحط 3/4 كوب سكر، بخفق على سرعة عالية، انتهينا من أول مرحلة للكيك. هلا رح حط 1/2 كوب حليب، 1/4 كوب زيت نباتي، ملعقتين صغار بيكنج باودر، نخلت هوني بجد 1.5 كوب طحين. هلا بحطهم على دفعات انا وعم بخفق على سرعة خفيفة. ما خلصنا الخلط، بس بدي احط الصبغة، بحط صبغة. اذا احتجت بعد صبغة بحط، ما رح احط دفعة واحدة عشان ما يطلع كتير غامق. برجع بخلط على سرعة بطيئة. أكيد بعد بدي حط صبغة، خلصنا من الخفق. حطيت بأرض القالب بورقة زبدة، هلأ بحط الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لونه كتير طالع حلو. هلأ على الطبخ بيغمق شوي اللون. بسم الله، عم حمل الفرن أكيد على درجة حرارة 150 من الأعلى والأسفل. هلا بدخله على الفرن للكيك. بالوقت اللي عم بخبز فيه الكيك بالفرن بدي اعمل الكريمه وحطها بالبراد. عندي هون 150 ملي حليب سائل، وكمان عنا ظرف كريمه. بنمشي على الطريقه الموجوده مكتوبه على الظرف، عشان كريمه عن كريمه بتختلف من منطقه لمنطقه. بخفق على سرعة عالية. خلصنا خفق الكريمة، هلا بحطها بالبراد، وبس يطلع الكيك ومنا نزينه بتكون جاهزة. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن، اخذ بالفرن من 40 ل 45 دقيقة. هلا منا نشيله من القالب
نحطه على هيدي الطبليه لنزينه. بسم الله. بدنا نقص الكيك لنقدر نزينه. رح قصه للكيك 3 طبقات. بسم الله. هيدا لونه من الداخل اخد هيدا اللون، حطه على جنب. بسم الله. كمان هيدي الطبقة بحطها هوني لنبلش تزيين. رح نزين بالكريمة والمربى، مربى الفريز. ممكن نستعمل اي مربى تستعملوا انتو حسب المربى اللي بتحبوها. رح احط حليب بهيدا الشكل على الطبقات، عندي كوب صغير حليب. كمان بحط مربى المربى بيعطي كتير نكهة طيبة. عطول انا بحط فواكه بس هلأ حطيت مربى، حبيت تغير. عرفتوا كيف؟ بحط كريمة وهيدي الطبقة رح احط عليها حليب. كمان بحطها على هيدا الطبقة الأساسية نفس الشي، بحط حليب. بحط مربى كمان نفس الطريقة، بنضل نكررها، بنحط حليب مربى كريمة. بحط كريمة هذه آخر طبقة بحط عليها حليب. نغلف الكيك بالكريمة. بسم الله.
هذا الكيك بعد ما دهناه كريمة بهذا الشكل. هلا بدي نقل الكيك من هيدي الطبلية لهيدي القاعدة الخاصة. بسم الله. رح حط وردي هون بهيدا الشكل، كتير بتعطي شكل رائع. كمان حطيت من هيدا الصوص قصم، حطيت له صبغة صار بهيدا اللون غطا، رح نحطه على الوجه كمان. هذا الكيك اللي عملناه مع بعض. بدنا نشوف الكيك مع بعض كيف طلع من الداخل بعد ما زيناه وخلصنا للكيك. بدنا نشوف كيف طلع مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، كتير رائع. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.